إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لنبدأ درس جديد إن شاء الله، وهو قياس السعات. في التمرين الأول حول إلى الوحدة المطلوبة. إذن نعلم أن الوحدة العالمية للسعات هي اللافع. دائما عندما تكون لدي الوحدة العالمية لا بد أن أجد لها الأجزاء والمضاعفات. إذا اللافع أجزاؤها هي الدس 3 سم 3 ثم المليلتر، ثم المضاعفات هي الديكالتر ثم الهكتولتر. إذن لدي 25 لتر، 25 لتر مطلوب مني أن أحولها إلى سنتيلتر. إذن سأبدأ بإضافة الأصفار لأن أصل لخانة السنتيلتر التي تساوي 2500 سنتيلتر. ثم لدي 5 دس لتر زائد 1 على 2 سنتيلتر. إذن لاحظ معي جيدا هنا، 5 دس لتر إذن تساوي 5 دس لتر، 1 على 2 سنتيلتر. إذن 1 على 2 يجب علي أن أنجز القسمة كي أجد العدد بالضبط. إذن 1 على 2 هي 0.5 سنتيلتر، إذن 0.5. إذن الآن يمكنني أن أضع هذه السعات في الجدول. إذن لدي 5 دس لتر زائد 0.5 سنتيلتر، 0.5 سنتيلتر، ثم سأجمع إلى 5.5 إذن 505. إذن سأحولها إلى اللتر، إذن ستصبح 0.505. إذن 0.505 لتر. ثم لدي 4 على 5 لتر زائد 1 على 4 لتر، إذن 4 على 5. لاحظ معي جيدا، سأخذ 4 قسمة 5. 4 كم فيها من 5؟ لا شيء. إذن 0. إذن ثم سأقوم بإزالة الفاصلة من هنا لأن لدي فاصلة العديد من الأصفار، ثم أنزلها إلى الخارج. إذن 0.، إذن هنا ستصبح لدي 40. إذن سأخذ 40، 40 كم فيها من 5؟ فيها 8. 8 في 5 40، إذن 0 0 تساوي 0.8. إذن هنا لدي 0.8 لتر زائد 1 على 4، إذن 1 قسمة 4. إذن 1 كم فيه من 4؟ فيه 0. إذن سأضيف 0 هنا وأقوم بإنزال الفاصلة. 10 كم فيها من 4؟ فيها 2. 2 في 4 8، 0 ناقص 8 لا يمكن، 10 ناقص 8 تساوي 2، 1 ناقص 1 0. إذن هنا أضيف 0 آخر. 20 كم فيها من 4؟ فيها 5. 5 في 4 20، و 20 ناقص 20 تساوي 0. إذن 1 على 4 لتر هي 0.25 لتر تساوي. هنا المطلوب مني أن أحول إلى اللتر نفس الوحدة. إذا 0.8 لتر، إذا سأمسح الجدول. لدي 0.8 لتر ثم 0.25 لتر، ثم سأنجز العملية. إذا هنا سأقوم بإضافة صفر هنا، من 0 زائد 5 5، 8 زائد 2 10، أكتب 0 واحتفظ بواحد. 1 زائد 0 زائد 0 تساوي 1. إذا سأحول اللتر تساوي 1.05 لتر، 1.05 لتر. ثم لدي 10 هكتو لتر، 10 هكتو لتر، ثم 2.46 ديكالتر، 2.46 ديكالتر. إذا هنا أشتغل على عملية الجمع. دائما عندما أجد مثل هذه الكتابات فهنا سأستعمل الجمع. إذا لدي إذا ستصبح، إذا هنا 6 4 2 0 1، إذا ستصبح 10246. إذا سأحول إلى اللتر ستصبح 1024.6 لتر، إذا 1024.6 لتر. ثم لدي 12.2 لتر، لأن 12.2 دائما رقم الوحدات تضعه في الوحدة، ورقم الوحدات هنا هو 2، إذا 2 سأضعها في اللتر. إذا كم تساوي بالهكتولتر؟ لاحظ معي جدا، الهكتولتر تجد في اليسار، إذا سأكتب صفر في الهكتولتر ثم الفاصلة. إذا صفر رقم الوحدات، ورقم الوحدات قلنا دائما يجب أن يكون في الوحدة. إذا 0.122 هكتولتر، 0.122 هكتولتر. في التمرين الثاني المطلوب مني أن أحول
الساعات إلى اللتر، ثم أرتب تزايديا تزايديا من الأصغر إلى الأكبر. إذا لدي 40 ديسلتر، ثم 2.5 ديسلتر، بعدها 5000 ملي لتر، 6 لتر، ثم 303 سنتيلتر. نلاحظ معي جيد، مطلوب مني أن أحول إلى اللتر. إذن هنا 4.0 التي هي 4، إذا سأمسح الصفر، هنا ستصبح 0.25، هنا ستصبح 5، إذا سأمسح الأصفار، هنا 6 لتر، هنا 3.03. إذن من الأصغر، إذن الأصغر هو 0.25، أي 2.5 ديسلتر هو الأصغر، إذن أصغر من، إذن 3.03، إذن 303 سنتيلتر. إما أكتب 303 سنتيلتر أو أكتب 3.3، نفس الشيء. ثم بعدها لدي 4، بمعنى 40 ديسلتر، 4 ديسلتر، بعدها 5 أو 5000 مللتر، ثم بعدها 6 لتر. سأمر لتمرين آخر. في التمرين الثالث أكتب الوحدة المناسبة. لدي 543 ديكالتر، ستصبح 5430. لاحظ معي رقم الوحدات في اللتر، إذن هنا 5430 لتر، 54.3، إذن 54 هكتو لتر هنا. ثم لدي 9.63 ديسلتر، إذن 9 رقم الوحدات سأكتبها في الديسلتر، ثم 63 ستصبح 963 مللتر، لأن رقم الوحدات هو 3 يوجد في المللتر. ثم 96.3، 96، 6 رقم الوحدات يوجد في السنتيلتر، إذن الوحدة المناسبة هنا هي سنتيلتر. لدي 0.456، لكن لا توجد الوحدة، لدي تساوي 4.56 ديسلتر، إذن سأنطلق من هذه العملية، إذن 4.56 ديسلتر، 4.56 56، إذن تصبح 0.456، إذن 0 هو رقم الوحدات يوجد في المتر. ثم 0.0، إذا لاحظ معي 0.0456، إذا 0 رقم الوحدات يوجد في الديكالتر، إذا هنا سأكتب الديكالتر. ثم في التمرين رقم 4، إذا تنتج بقرتين 14 لترا من الحليب. إذا هذا في التمرين 4، أحسب كم تنتج 3 بقرات، 6 بقرات، 10 بقرات، ثم 14 بقرة. إذا هنا سأشتغل على شكل جدول. إذا لدي، سأرسم جدول على هذا الشكل. لدي 14 بقرتين، ثم 14، ثم أريد 3 بقرات، 6 بقرات، 10 بقرات، ثم 14 بقرة. إذن هنا سأبحث عن معامل التناسبية. لاحظ معي جيد، إن أردت أن أحصل على معامل التناسبية فسأخذ أعداد السطر الثاني وأقسمهما على أعداد السطر الأول. 14 قسمة 2 تساوي 7، إذن كي أنتقل من السطر الأول إلى السطر الثاني سأضرب في 7، إذن 3 في 7 تساوي 21، 6 لترات تقابلها 42، أو 6 بقرات ستعطيني 42 لتر، 10 بقرات ستعطيني 70 لتر، ثم 14 في 7، 7 في 4 28، سأكتب 8 واحتفظ ب 2، 7 في 1 7 زائد 2 تساوي 9، ستعطيني 98 لتر. إذن سأمر للتمرين الأخير. إذن في التمرين الخامس، جمع صاحب مأصرة الزيتون 275.40 لترا من الزيت في اليوم الأول و 570 لترا في اليوم الثاني، ما هي كمية الزيت التي جمعها في اليومين معا؟ إذا لاحظ معي، إذا لدينا 275.40 في اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني جمع 570، إذا الوحدات تحت الوحدات، ثم فاصلة تحت الفاصلة، وسأوازي العملية بإضافة صفرين، إذا 0 زائد 0 0، 4 زائد 0 4، أقوم بإنزال
الفاصلة، 5 زائد 0 تساوي 5، 7 زائد 7 تساوي 14، أكتب 4 واحتفظ بواحد، 2 زائد 1 3 زائد 5 تساوي 8. إذن الكمية التي جمعها في اليومين معا هي 845.40 لتر، ثم احتفظ ب 49.40 لترا للاستعمال الشخصي وباع الباقي ب 120 درهما للتر الواحد. ما هي كمية الزيت المباع؟ كمية الزيت المباع هي، سأخذ الكمية الإجمالية 845.40 وسأطرح منها 49 للوحدات تحت الوحدات والفاصلة تحت الفاصلة، فاصلة 4، إذن تساوي 0 ناقص 0 0، 4 ناقص 4 0، أنزل الفاصلة، 5 ناقص 9 لا يمكن، إذن أضيف 10 وأرد 1، 10 ناقص 9 تساوي 1 زائد 5 تساوي 6، 4 ناقص 5 لا يمكن، أضيف 10 وأرد 1، 10 ناقص 5 تساوي 5 زائد 4 تساوي 9، 8 ناقص 1 تساوي 7، إذن 796 لترا. ثم أحسب ثمن بيع الزيت، إذن ثمن بيع الزيت هو في درجة 796، سأضربها في 120 درهما، 0 في 6 0، 0 في 9 0، 0 في 7 0، سأضع النقطة، 2 في 6 12، أكتب 2 وأحتفظ بواحد، 2 في 9 18 زائد 1 19، أكتب 9 وأحتفظ بواحد، 2 في 7 14 زائد 1 تساوي 15، ثم أضع نقطتين لأني سأمر المئات، 1 في 9 في 6 6، 1 في 9 9، 1 في 7 7، ثم سأنجز عملية الجمع، من 0 زائد 0 0، 0 زائد 2 2، 9 زائد 6 15، أكتب 5 واحتفظ بواحد، 9 زائد 1 10 زائد 5 15، أكتب 5 واحتفظ بواحد، 7 زائد 1 8 زائد 1 تساوي 9. إذا ثمن بيع الزيت هو 95520 درهم. إذا بهذا أكون قد أنهيت هذا الدرس، أتمنى أن ينال الدرس إعجابكم وأن تستفيدوا معي جيدا. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة بالضغط على زر سبسكرايب، ثم الضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله.